أبدع الفنان محمد صبحي والفنانة الراحلة سعاد نصر في تجسيد أدوارهم ونيس وميسة من خلال المسلسل الأكثر مشاهدة في الوطن العربي على مر الأجيال يوميات ونيس، والذي تدور أحداثه حول تربية أبنائهم الأربعة عز الدين وشرف الدين وجهاد وهدى على الأخلاق والقيم. ولكن حديثنا اليوم سينصب على الابن الأكبر، وهو الذي قام بأدائه الفنان سامح الشجيع، والذي أتقن الدور جيدا على مدار 8 أجزاء كانت بدايتها في عام 1994 وحتى عام 2013 حيث كانت آخر أعماله. فهو فنان يحب الهدوء، ومن هواياته ركوب الخيل، حيث أنه بدأ بالتدريب على الفروسية منذ الصغر ويمتلك مزرعة للخيل في إحدى ضواحي القاهرة. الفنان سامح الشجيع أو سامح صفوة الشجيع من مواليد 1 أغسطس عام 1977 ويبلغ من العمر الآن 45 عام، وبدأ علاقته بالفن وهو طفل صغير لم يتجاوز 10 سنوات، وذلك عندما شارك في فيلم البيات الشتوي عام 1987 مع عبدالله غيث وصابرين وأحمد راتب. وفي عمر 13 شارك في مسلسل الطائر الأزرق عام 1990، حتى جاء أشهر أدوار الفنان سامح الشجيع عام 1994 في مسلسل يوميات ونيس بشخصية الابن الأكبر عز الدين أمام الفنان محمد صبحي والراحلة سعاد نصر. وقال في أحد الحوارات الصحفية أنه تم اختياره من خلال دخول تجارب الأداء، وكان الفنان محمد صبحي هو الذي يختار الشخصيات بنفسه، وكان هناك الكثيرون من شباب نفس الجيل مرشحين للعب دور عز الدين إلى أن وقع الاختيار عليه، كما أنه شارك معه في نفس العام في مسرحيته ماما أمريكا. أما عن أول تجربة سينمائية والوحيدة للفنان سامح الشجيع فكانت في عام 2002 من خلال فيلم خلي الدماغ صاحي، وحصل على جائزة في مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في الفيلم. ويذكر أن الفنان سامح الشجيع قد تم تكريمه خلال احتفالية 50 سنة فن التي احتفل فيها الفنان محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية، وذلك عام 2020، وكرم خلالها الكثير من النجوم الذين شاركوه المسيرة، ومنهم أساتذة ومعلمين له، ومنهم تلامذة تعلموا منه ودخلوا مدرسته الفنية. في عام 2018 تعاقد الفنان سامح الشجيع مع قناة الحدث اليوم على تقديم أحد البرامج الاجتماعية باسم سامح في البيت، وخصص البرنامج فقرة سيت كوم يتبنى فيها المواهب الشابة المختلفة، بالإضافة إلى فقرة للضيوف وفقرة مخصصة لأحدث أنواع الأكلات، ثم قدم بعد ذلك برنامج شباب الخير، وهو متواجد دائما وباستمرار على السوشيال ميديا. كما يقال أن لديه أكاديمية للمواهب والفنون باسمه في منطقة 6 أكتوبر، وهي تقوم بتعليم فن التمثيل والغناء والبالي والرسم والأشغال اليدوية والتنمية البشرية، وتساعد الأكاديمية في تأهيل المواهب لدخول المجال الاحترافي الراقي. والجدير بالذكر أن الفنان سامح الشجيع مستشار قانوني دولي بالاستئناف العالي، حيث تم تسليمه العام الماضي شهادة التخرج بعد دراسته لصناع القرار من لجنة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية العليا. قال الفنان سامح الشجيع في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه من نسل الأشراف، ويصل نسبه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعائلته تحمل لقب الشجيع وهي من أكبر العائلات في مصر، مشيرا إلى انتشارهم في جميع ربوع مصر، كاشفا عن وجود مدارس بالقاهرة تحمل لقب عائلته، معربا عن اعتزازه الشديد باسم والده صفوة تكريما له. شارك الفنان سامح الشجيع في حوالي 20 عمل فني معظمهم أعمال درامية، وكان أهمها مشاركته في الأجزاء 8 لمسلسل يوميات ونيس، والتي كان آخرها عام 2013 وهو مسلسل ونيس والبلاد وأحوال العباد، كما شارك في أعمال درامية أخرى ومنها المحطة أكشن، نيوز، امرأة فوق العادة، مسائل عائلية جدا، البصمة، معاش مبكر، الشارع الجديد، سر الأرض، بالإضافة لمشاركته في كتابة وتمثيل مسلسل إحنا الطلبة عام 2011 مع محمد نجاتي وأحمد فلوكس ودنيا عبد العزيز وريم البارود.